في حاجة تانية قبل ما نقول لكم فقراتنا ايه. الحقيقة الحمد لله كان ليا الشرف امبارح انه يتم اختياري من ادارة الملتقى الاعلامي العربي اللي بيقام كل سنة في الكويت، والاول مرة بيقام طبعا اونلاين بسبب ظروف كورونا، انه يتم اختياري ان انا ادير جلسة من جلسات الملتقى السنة دي، وانا الاعلامية الوحيدة من مصر اللي تم اختيارها السنة دي. طبعا الملتقى بيقام في الكويت بقاله سنين، اعلاميين كتير من كل الدول العربية بيكونوا موجودين هناك، في نخبة من الإعلاميين المتميزين اللي بيديروا الجلسات، فنانين كتير جدا بيكونوا متواجدين. يمكن الدورة اللي فاتت كانت الفنانة إسعاد يونس من المتحدثين الموجودين هناك، الفنان حسين الجسمي اللي كنا طبعا بنحبه برضو كان موجود هناك. الحقيقة الملتقى من الملتقيات المهمة جدا اللي بتناقش قضايا الإعلام، وإمبارح كان عندي جلسة بالليل، والحقيقة عايزة أحكي لكم كده يعني الأجواء بقت مختلفة، إنه الحياة دلوقتي مستمرة، وانه رغم الظروف ما فيش حاجه بتقف. ملتقى كبير جدا جدا ومهم في العالم العربي زي الملتقى الاعلامي العربي اللي كل الناس بتستناه من السنه للسنه بكل شغف، بيقام لاول سنه اونلاين، يعني لاول سنه اونلاين. حضر عايز اقول لكم مجموعه كبيره جدا من الاعلاميين من كل دول العالم، كانوا متحدثين زي ما بيحصل بالظبط في الكويت كل سنه. كان كمان الجديد اللي انا اول مره صراحه اعيشه في التجربه دي، ان يبقى في ناس بتتابع الملتقى ده اونلاين، في ناس بتدخل مشاركات. يعني امبارح وانا قاعده بدير الجلسه كانوا ضيوفي معايا، وكان كمان في ناس بتتفرج انا شايفاها، يعني انا شايفاهم صوت وصوره، من موريتانيا، من عمان، من الاردن، من الجزائر، ناس كتيره جدا كانت بتتابع. وكنا كمان سيبنا مساحه للمداخلات، فكانوا بالصوت وبالصوره بنسمعهم، بنسمع اسئلتهم، اتكلمنا عن حال الاعلام، عن أخلاقيات الإعلام، عن لقب إعلامي، عن ظروف الإعلام، اتكلمنا عن تفاصيل كتيرة جدا، عن السبق وعن دقة الخبر وعن التجارب كمان، وده كان المهم، عن التجارب الإعلامية، التجارب الإعلامية في الظروف اللي احنا فيها دي. يعني أعتقد أنه احنا في الظروف الاستثنائية دي، ظروف جائحة كورونا، كلنا كإعلاميين مرينا بتجارب مختلفة، بنحاول نتعايش مع الظروف وبنحاول نخلي الدنيا تمشي والدنيا تستمر، فكل واحد فينا أكيد كان ليه تجربة اتكلمنا عن كل الظروف دي. فالحمد لله كان ليا الشرف أنه يتم اختياري أن أنا أدير جلسة من الجلسات المهمة دي، وإن شاء الله أنا بتمنى كل التوفيق لإدارة الملتقى الإعلامي العربي. يا رب إن شاء الله بقى نخلص من فيروس كورونا على خير كده قريب، وترجع تاني الحياة تستمر بشكل طبيعي وتمشي تاني بشكل طبيعي، وبإذن الله الملتقى يقام في ميعاده تاني السنة الجاية، ونكون كلنا موجودين إن شاء الله في الكويت بإذن الله. كل التوفيق ليهم، والحقيقة مجهود كبير جدا، الناس شغالة أونلاين في الجلسات، وفي نفس الوقت الجلسات دي بيتم بثها بشكل مباشر على تويتر، على إنستجرام، على فيسبوك، بتنزل على اليوتيوب، كل ده في نفس اللحظة بس مباشر، وكمان بيتم تقطيع كل الفيديوهات للمتحدثين وللضيوف، وبتنزل كمان أونلاين في كل حتة. فمجهود كبير جدا كان شفته على مدار الأسبوع اللي فات في ملتقى الإعلام المهني تحت شعار الإعلام مهنتي. كل التوفيق لإدارة الملتقى الإعلامي العربي. كل التوفيق ليكي كمان يا لميس، وإن شاء الله دايما كده موفقة ومحققة كل اللي بتتمنيه، وأكيد حاجة حلوة جدا إن احنا مفيش ظروف بتقف قدامنا عائق. يعني صحيح جائحة كورونا موجودة في العالم كله، لكن مفيش حاجة بتقف، الحياة مستمرة وهتستمر، ودي فايدة التطور التكنولوجي اللي احنا عايشين فيه. إن صحيح زي ما بنقول كده السوشيال ميديا وحاجات ليها أضرار، لكن ليها فوائد تانية كتيرة جدا، واحدة منها إن ملتقيات ومنتديات مهمة، سواء بقى على المستوى المحلي او المستوى الاقليمي او العالمي، انها ما بتقفش ومكمله. فكل التوفيق ان شاء الله لكل القائمين على ملتقى الاعلام العربي، وليك يا لميس ان شاء الله. شكرا يا هند، سلام يا حبيبتي.